الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، إن وكتابك أربعين النووي جاءها وحلقة ذي أدم بيسي حلقة ذن وأن جعلها إن يتهي حلقة ذا استقال إيوه توانات إن يتهي إن مركة إن شاء الله تعالى إله سبحانه وتعالى وحنك رجينا يا إنو مدنا وأنفعه ونقر لكم على انت قياما ميزان كينا أي حسنات كهؤون وقبو. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. إلهي إنه نقرق سبحانه وتعالى. إن حديث كان وحكب الله بنا حديث كوي أفرتناد وحواي عن أبي محمد عبد الله بن عمر بن العاص الله كرى للنقذي وحأوير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كألا وحأوير لا يؤمن أحدكم متكين مر مينايو حتى يكون هواه إلى كنقط هوذيسه تابعا مدرع ذو لما جئت به وحي أنا قال إمد نبي صلى الله عليه وسلم وحأوليها قف مؤمن أهمجر إلا هدي أجر وإنو راع وح الله لوحي أنا قال إمد وإنو تبع أنا هذا حديث صحيح ولا لي الحديث كان هو حديث صحيح وحال لغوري كتاب الحجة بإسناد صحيح أي لغوري حديث كان وحينو كقاذنين أمركا إن أنا قف كمسلم كأنا إيمان بوحو أنا هلينين إلى وهذه سؤال نقطة مدر عضو واحد ونبي محمد لي من ما هنا ده وده إسكر عضو مش يكوه جامس الله تكتع ما هن ماي وقلت أنت سيذاه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة أي ليه إله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن قف مؤمنة وما هان ولا مؤمنة يجبر مؤمنة ده هذه إلى هي أرن أي جويان إن أي أن يكون لهم الخيار خيار ملهن تن إلهي يتن رسولك الله راعي مر هذه إلهي يا رسولك أي جوان جويان كاسا الله راعي كهاجة وحكم سوق هذا الله قد يجاي إن شاء الله مر كولا ريال فوائد فربضا وحديث كان السجع أولي هي شيخ ابن عثيمين مر كأشرح هاي حديث كان وحى أولي هي لا يؤمن أي لا يؤمن الإيمان الكامل وليس المراد به نفي الإيمان بالكلية ما هن إيمان كوردن معناها لكن إيمان كامل لا ما إيمان واي قفكي أنا لا إيمان وحى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أرعى فوائده وحكم ده ولا للحديث كان يكفى إذنه أن الإيمان قد ينفي عمن قصر في بعض واجبه في قوله لا يؤمن إيمانك إنه متغنى جابنا إنه متقن إيمانك وكيريها قفك متقن يدك قاركود إن وكيريها هي وجوب الإنقياد إن لغد ليس ذا الله جان سما وحي النبي محمد أوليه صلى الله عليه وسلم سيدو كلا قفك وإنه كبنان نقضة هودي سوح الله لوحة إلت ما ضاق خلاف سن شريعة إله سبحانه وتعالى مرك ولا لي الحديث آديات فائد أوله وي حديثك أضم بالبيء أفرتناد أي نقصه ختم إن درسي إن كتابك أردن أي وحى ورنا يوم عن أنس رضي الله عنه وحال قوري يا أنس الله كرى لنغض قال إنو أنس يري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك ألا أيان مغلي أو يقول دهايو قال الله تعالى إلهي وحوليه وحديث القدس ولا ليال يا ابن آدم ورئينا آذانو إنك ما دعوتني إنت آد إبريسو إنت آد إبريسو أو ورجوتني آد إرجينيسو إنت آد رجائك قبتد أو آد يا الله إلا يذهي غفرت لك وقودا بدافايا على ما كان منك وح الله لوحي حقاك كأهذا دنبئه ولا أبالي أمنا أبيه لاوي انت دونا هلئك هذا انت برجئك الله يدهي أو أدي بريسو أو أدي قعمها وكر أدي يا الله كجرت أن إنان كو دنبي دافو آيات إيقو أكتهي آنان أو أبيرين انت دونا دنبئه يحقار سنادين يا ابن آدم ورهوي إنا آدم هوي لو بلغت ذنوبك هدي إي قاران دنبياش هذا أرلتي من إي قلداتك هدي إي قاران عنان السماء ضرورة هذه إيجاران عنان السماء هو ما عنا لك عنها إي ظهر
inta ay gaarto ishaada daruurahaas iyo cirkaas inta ay gaarto in la-eg haddii oo dembiyah aad la timaado oo uma istakfartanii kadibna aad io dembi dhaaf weydiisato kafartu laka waa kuu dhaafaa dembigaaga ilaaha dhahaya subxaanahu wataala waa xadiidul qudsi waay yabna aadam ina aadan hooy innaka adiga law ataytanii haddaad ii timaado biquraabi lardi dhulka muggiisa oo khataayaa gaf ah dhulkan weyninka keliya ah aad arkaysaan in la-eg oo gafaf ah haddii aad ila timaado uma laqiitanii aad ila kulantood aan ku oofsado laa tushriku bii shay-an adigoonan ii shariig yeelaynin oo wax shirka ilaahay alla kale aan la wadaajinaynin la atiituka waxaan kuula imaanayaa biquraabiha muggeeda dhulka muggeeda oo maqfiratan dembi dhaaf ah rawaahu tirmidiyi waqaala xadiidun xasanun saxiixun xadiidkani waa xasan waana saxiix darajadiisu xadiidkan walaalayaal waa xadiisas dhowr noocaan oo kale ahaan soo marnay waxaa la yidhahdaa xadiidul qudsi ilaahay subxaanahu watacaalaa rasuulka ayaa wuxuu ka soo werinayaa allah subxaanahu watacaalaa haddaba allah subxaanahu watacaalaa wuxuu leeyahay war ina aadan inta aad ibaryeeso inta aad irajaynayso waxaad igu ogtahay anigana dembi dhaaf inaan kuu dembi dhaafo war ina aadan haddii aad ila timaado dembiyo waaweyn oo la eg inta samada ay kuu jirto in la eg oo kale anna waxaan oo adigana ma taqaana markaasi aad dembi dhaaf u weydiisataa inaan kuu dembi dhaafayaa igu ogtahay taasaa igu ballan ah in aadan hooy haddii aad ila timaado dhulka muggiisa dhulka muggiisa carada ciiddan oo kale in la eg oo dhulka oo dhan hadda ah in la-eg oo dunuub ah oo dembiye ah oo aad dembi dhaaf kadib i weydiisataa adigoonan ii shirki yeelinin aan ku oofsadaa oo aad dhimataa oo aad ila kulantaa adigoonan weligaa ii shirki shariik ii samaynin oo alla kale ila wadaajinin boqortooyada hee la ataytuka biquraabiha maqfira intaasi in la-eg muggeeda dhulkaasi carada in la-eg oo muggeeda oo dembi dhaaf ah ayaan kuula imaanaya ayuu leeyahay nabi allah subxaanahu watacaala ayuu xadiid qudsi ku leeyahay marka walaalayaal faa'iidadaas faraha badan waxay caddaynaysaa dembi dhaaf in aanu mar walba la imaano istikfaarta aan badinno faa'iidada ay leedahay shaydaanku waxaa la yidhi waxa gubo shaydaanku waxa uu ku leeyahay waxaan samey dembigan samey kan samey laakiin waxa gubaayo waa markaad dembi dhaaf la timaada camalki marka aad samayso laakiin isla markii markaad kasoo noqoto qofka muslimka ahna waa kan markiiba kasoo noqdaaye haddii markiiba aad kasoo noqoto shaydaan waa gubtay waa gubtay dab dhimbil naad ah ayaad afka u gelisay shaydaan shaydaan ma jecla in la toobad keeno shaydaan wuxuu jecel yahay qofka inuu ku dhintay isagoo macsida ku dhex jiro inu intuu jecel yahay toobada ilaahay aqbala wuu ogyahay isaga isaga wuu ogyahayo isagii ilaahay ayaa ballan kala galay ina cibaadii laysa laka calayhim sulطaan addoommadayda aniga iga gwaarka ii khaaska ah shaqo kuma lihida la yidhi adiga waxaad bacsinaysid bacso washaarikum fi lamri fi lamwaali waalawlaadi wacidhum wamaa yacidhum shaydaan waxaa doonta samey kula wadaag awlaada la wadaag lacagta la wadaag xoolaha la wadaag wax walba la wadaag wax walba lasameynaan la samee laakiin ina cibaadii addoomo aniga ii gaar ahaa jiro aadan u dhowaan karin ilaa cibaadii ilaa cibaad allahi almukhlasiin ilaahay naga dhiga kuwaas walaalayaal marka si walba marka aad dembi iyo qalad aa u samaysaa saddex waqti oo marka waxaa jirta aan dembiga la dhaafin waa marka ay nafta halkan kuu timaadaa kow markaas adaad tidhaahdo ilaahu haddaan toobad keenay ma laga aqbalaayo qoraxda hadda waxay kasoo baxdaa bari marka ay galbeed kasoo baxdo tooba ma jirto la aqbali maayo sii noolow boqol sano markaas kadib sii noolow si walba u noolaato u salaad u dukato u soonto zako u bixiso ma laga aqbalaayo camal ma la aqbalaayo markaas xilliga saddexaadna waxa waaye mar haddii mataqaanaye naftu halkan ay timaado iyo markii mataqaanaye cadceeda halkan ay kasoo baxdo iyo dhowr waqti oo kala jiro oo aakhiri zamanka ah fawaa'idda marka aan ka qaadanayno waxa waaye insaanka si walbo haddii mahmaa daca allaahu biayi shayin waraja allaahu fi ayi shayin insaanku intuu ilaahay rajo ka qababo in loo dembi dhaafaayo in loo dembi dhaafayo sidoo kale waxaan ka qaadanaynaa bayaanu sicatu fadli illaahi caza wajalla ilaahay fadligiisa waasicnimadiisa inta ay la eg tahay ayaynu ka qaadanaynaa sidoo kale waxaan ka qaadanaynaa anna adunuuba wain cadumat id istakfara alinsaanu rabbahu minhaa kafara allahu lahu ilaahay subxaanahu watacaala inuu u dembi dhaafayo addoonkiisa dembigiisa intay doonto hala ekaatee ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika marka laga reebo shirkiga shirki ilaahay ma dhaafo ilaahay wuxuu yidhi ina allaha laa
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك أنت كل إلهي وردافة لكن هذه لك لو ذا جسو حكمك إلهي سبحانه وتعالى كوم الردافة إلهي سبحانه وتعالى هنغلق كوم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه كوم أنت هذا لك دقيستو إلهي سبحانه وتعالى قولك كيسا ونكسان دعا الله نغلق نسكس الدعين إن شاء الله تعالى هل كان وحنا وقلنا ما ذا كتابك أربعين النووي قاها إن شاء الله تعالى كتابك لهدي إجران أما طلباتك لهدي إجران أما هدي يعني حقيقي إيكا إمادان إيكا سوحولان وأن بالله بدونا إن شاء الله تعالى مدقابا قده هذا وحن دي رجينا يا توفيق إيو دم بداف إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.